القرآن الكريم أخبر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج مهاجرا إلى المدينة أنه سوف يعود مرة أخرى إلى مكة قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد سوف يعود محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى مكة وقد حصل وأخبر القرآن الكريم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته سوف يدخلون إلى المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين مع أنهم منعوا من أداء العمرة، لكن القرآن أخبر أن هذا سوف يحصل سوف يدخلوا الحرم ويقوموا بأداء العمرة، قال الله عز وجل: لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وقد حصل وأخبر الله سبحانه أنه سوف يغني قريشا فسوف يغنيكم الله من فضله وقد كان والله عز وجل أيضا أخبر أن أبا لهب سيموت على الكفر سيصلى نارا ذات لهب هذه الآية نزلت وظل أبو لهب بعدها حيا حوالي عشر سنوات ولم يسلم تخيل لو أنه أسلم لكن القرآن الذي اخبر به خالق السماوات والارض سبحانه يعلم ان ابا لهب سيبقى على الكفر واخبر ايضا ان الوليد ابن المغيره ابو خالد ابن الوليد رضي الله عنه سيموت ايضا كافرا ساصليه سقر وحصل انه بالفعل مات كافرا واخبر ان الوليد سيتمنى ان يكون عنده اولاد اخرين الوليد كان عنده اولاد كثر فتمنى ان يزداد في الذريه فالقران اخبر ان هذا لن يحصل وجعلت له مالا ممدودا وبين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا وبالفعل لم يرزق الوليد بعد ذلك باولاد اخرين فالقران الكريم يخبر بامور لان الله عز وجل الموحي بهذا الكتاب هو العليم القدير يعلم ما كان ويعلم ما سيكون. ايضا القران اخبر ان الروم سوف تهزم الفرس في بضع سنين وهذا طبقا للقوى العسكريه في ذاك الوقت محال كان محالا ان يحصل هذا وبالفعل حصلت نهضه عجيبه بين الروم وانتصروا على الفرس في بضع سنين كما اخبر الله عز وجل غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فحصل كما اخبر الله عز وجل فهذا لان هذا القران الموحى به من عند الله عز وجل يخبر بامور تحصل كما اخبر لان الله عز وجل هو الموحي بذلك